ديالك وسيدة السرطان. عندي السرطان في الريه وفي العنق. لا اله الا الله. ما طلبنا حتى حاجه. ما كنديرو حتى شي حاجه خايبه، هادشي عطانا سيدنا يعطيونا حتى هما. عاش الملك، عاش سيدنا، عاش الملك، عاش الملك. الله يرحمنا سيدنا والله يخلي خويلة والله يرحمنا الوباء، الله يهدينا هذا المرض، الله ينصر سيدنا. حنا ما بغينا والو، حنا بغينا خصوصا تكون كل شي لبنا، نكونوا خفوت، نكونوا شباب، نكونوا ايد وحده، نكونوا بحال بحال، بحال القاول، بحال القاعد، بحال المريض، بحال الصحيح. حنا هذا الشيء ما عندناش هنا، حنا لا وليد وكتب لنا الدكاكة. اش 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 ديري كمامتك طلع شفتي بي شكون اللي كيدير الوجهيات؟ كل اللي كيعطيو عندهم عند مسكين طيب فلوس، بعدهم كيعطيو معاونة كيخدموا مع العيالات كيخدموا مع العيالات كيخدموا مع العيالات علاش؟ كل شيء غيقمعونا 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 كنمشيو عند كنمشيو كنطلعو عند المدرسة واحد دقيقة شريف اش غنديروا نموتوا حرام عليهم حرام عليهم حرام عليهم ثلاثه مرات اربعه مرات عطاو الناس المعرفه والناس اللي مساكن متضرين بالحقيقه خصهم يجيو يطلعوا عليهم ويعرفوهم يعني كاين اللي خدا اكثر من مره كاين اللي خدا اكثر من مره كنسمعوك خدا مره خدا جوج خدا ثلاثه حرام عليهم حرام من جهه الله حرام واش كاين شي مسؤول واش كاين شي حد اللي غيشوف بحالنا وكاين الله سبحانه وتعالى شكرا. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي نفس سيناريو ورقة الخروج يتكرر في قفة الدعم أرامل جاءوا ومسنين جاءوا من أجل الاستفادة من قفة الدعم ولكن للأسف الشديد حسب تصريحاتهن أن هذه القفة كتوزع على الناس اللي ما كيستحقوهاش وكاين اللي خداها أكثر من مرة هذا ما الشيء اللي صرحوا لنا به هاد النساء كنتمناو من المسؤولين انهم يحقوا في هذه القضيه ونشوفوا واش فعلا كاين بعض اعوان السلطه كيفرقوا القفف على ناس ما محتاجينش ليها واش فعلا كاين اللي كياخذ القفه اكثر من مره نطالب من الجهات المسؤوله انها مسؤولين لا علاقه لهم بالسلطه نفس الكلام اللي كنا كنسمعوه على ايام ورقه الخروج ها هو يتكرر مره اخرى لا حول ولا قوه الا بالله والله يحسن العون ديال الجميع قبح الله الفقر احتجاجات لساكنه المنطقه أكبر شفارة هما المقدمين يعني هو العائلة جابوا أحبابهم وصحابهم ولا غادي يريو شي بيني هذا معاونة ديال التلاميذ ديال العائلة أكثر من العائلة وحتى تحت البلاد عاد يعطينا حاجة كبيرة
عطيني حاجه كبيره. دابا ديالنا ماء العاليه ما بقاش عطيها ليا كنت كتشدها. ديالاش 3000 الحاج؟ ديالاش 3000؟ ديال المعاونه ثمن 3000. ثمن 3000 كنت كنشدها 5 سنين كنت خدام مع الباشا في لينعاش تاعتين المعاونه منش هذاك المخزن مخزن خرق العالي. 3000 العالي وعسى كيعطيني البلاصه.